خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا بدأنا العمل بنيجي مرحلة مبدئية، يعني تكليفات مجلس الوزراء ان نبدأ بشكل يعني متدرج. احنا بدأنا خلاص العمل وزارة الشباب والرياضة، بنيجي 3 ايام تقريبا في الاسبوع، والتدرج ده في فترة وجيزة هيبقى يعني بصفة مستمرة على طول. لكن احنا بنعمل كل مقابلاتنا هنا، وبيجي شباب المصري الرياضيين والمقابلات، يعني يوم عمل كامل مظبوط. احنا كل الامكانيات توفرت الحمد لله، في يعني المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية، شيء مبهر. أنا شخصيا يعني فخور جدا بهذا الشكل وهذا المضمون. أعتقد أن دور الشباب مبني على أساس مهم جدا، وهو اختيار الطريق. احنا الدولة المصرية اختارت خلاص طريقها، وعلى الشباب ان هو يعني يعد نفسه على السير في هذا الطريق، وبناء على ما تم تحقيقه حتى الان والاستمرار في هذا الطريق، لان هو ده اعتقد كان الاختيار الصحيح للدولة المصرية وللشعب المصري. وبالتالي احنا من دول احنا بنحاول يعني في علاقاتنا مع الشباب بنحاول نرسخ هذا المفهوم، ان احنا دولة بتسير في طريق صحيح سليم، ما فيش يعني له اي احتمالات للتغيير او وضعه في اطار مختلف. هو ده الاطار اللي احنا اتفقنا عليه وعلينا ان احنا نسير عليه. النهارده بشكر وزاره الشباب والرياضه بدكتور اشرف صبحي ان هو عامل فعلا حركه توعويه رائعه، ويمكن الكتب بتقول كده بشكل قوي ان المجتمعات المدنيه هي النهارده عنصر اساسي في عوامل قوه الدوله، وده اللي كان النهارده بقوله ان عوامل قوه الدوله اساسيه. يمكن زمان في رد زال في كتاب الجغرافيا السياسية إن من عوامل قوة الدولة هي الجيش والاقتصاد والقوى البشرية، ويمكن حط المجتمعات والقوى البشرية في المرتبة الثالثة بعناصرها لازم تكون مثقفة وذات حضارة. ولكن جه ألكسندر وينتت في 2006 في نظرية السياسة الدولية وقال العنصر البشري والهوية هي أصل قوة الدولة.